بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم من الصباح الباكر في محافظة كركوك ومعنا الأخ المحافظ، وبدينا بلقاء السيد المحافظ ورئاسة الاستئناف، ثم زرنا قيادة الشرطة، وأيضا التقينا بعوائل الشهداء وكذلك الجرحى. عندنا برنامج هذا اليوم في محافظة كركوك. الآن احنا في مديرية المخدرات، طلعنا على مركز التأهيل، وهذه تجربة الأولى في محافظة كركوك أنه المتعاطين يتم علاجهم وإعادتهم إلى المجتمع بشكل صحيح، ويكونون عناصر فاعلة بالمجتمع ويعني صالحين. لذلك احنا اليوم هذه الزيارة نتوخى أنه كل مفاصل وزارة الداخلية نزورها، نشوف احتياجاتها ويعني نسندهم لغرض تمكينهم من أداء مهامهم ورفع قدراتهم. معالك الملف الأمني، احنا الملف الامني باقي الان قيادة عمليات كركوك تقوم بواجباتها، لكن احنا وجهنا انه قيادة الشرطة والشرطة المحلية يجب ان تأخذ دورها في مراكز المدن، بالتحديد في مركز كركوك، مركز الحويجة. هذه المراكز مراكز آمنة ومدن آمنة، يحتاج انه قيادة الشرطة هي اللي تكون مسؤولة، لكن ارتباطها يكون في قيادة عمليات كركوك. سيد الوزير، انا عندي سؤال، يعني معاناة مناطق شوان وليلة بالنسبة للنفوس، يعني اكو علاج في هذا الموضوع؟ ويانا اليوم مدير الأحوال المدنية، ويعني راح يكون في زيارة لكل مفاصل الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. أيضا احنا زرنا، كنا صباحا هناك وطلعنا على الوضع اللي موجود، وعززنا الدائرة بكوادر من عقود الشرطة اللي راح يكونون مدخلين على معلومات وبيانات على الحاسبات.